إننا مدركون لانتظارات شعبينا وتطلعاتهما نحو مزيد من التنمية الشاملة والحركية الاقتصادية على طول الشريط الحدودي، وهو ما نحرص على تحقيقه من خلال مثل هذه اللقاءات ومختلف آليات التعاون والتشاور الأخرى، حتى تكون المناطق الحدودية مناطق إشعاع تنموي اقتصادي وأحد الخطوط الأمامية الفاعلة في التصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار بلدينا الشقيقين.